بقول لك يا رجب، اعمل حسابك لما المايه تركب هتطلع المايه من بوقك. ماشي. العيال دي كانت بتضرب فيها بس هنا. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه يا ابني؟ بنصلح النافوره. نافوره؟ هي دي نافوره؟ اه طبعا، دي النافوره الراقصه. راقصه؟ اه دي النافوره، ورجب بيقول ان في راقصه بتيجي ترقص الساعه 12 بالليل هنا. اه انا ما بتجيش، برقص انا. ترقص انت؟ ايه مفيش حد هيرقص هنا. لا انا متعود ارقص هنا للزباين. يعني ايه مفيش حد هيرقص وانت مش ترقص للزباين تاني؟ والنافوره دي انا عاملها جاكوزي. جاكوزي؟ اه جاكوزي. بقول لك يا رجب، فين المهندسين بتوع الكاميرات؟ اه مهندسين الكاميرات جم وحاجاتهم اتسرقت كلها، وفضلوا يزعقوا يزعقوا، هما دلوقتي محبوسين في اوضه 31 عمالين يعيطوا. انا مش فاهم يعني هما بيعيطوا ولا بيزعقوا؟ يمكن عيطوا عشان زعقوا كتير. انا بتكلم صح ولا ايه؟ اعدل الانتنه وانت تتكلم صح. انت تخرس خالص يا بسيوني، تخرس. اصل المعلم فوده الذباح صح على زعقهم وراح حبسهم في اوضه وقال محدش يطلعهم قبل نص الليل. ايه التسيب ده؟ ايه الواد ده؟ مين الواد ده؟ قانون الغابة ده هيتلغي من بكره في الفندق. يلا البسوا الخوذ، هنخش نطحن عليهم الاوضه. استنى بس، رايح فين؟ بقول لك المعلم فود قال ما حدش يطلعهم قبل نص الليل، لحسن نعمل فيهم زي ما عمل في الواد مسعود ابن اخوه. اه تبلوا زي البانيه في الجير الحي. الله يرحمه بقى، كان طعمه حلو قوي. الله يرحمه. يقول لك كان طعمه حلو قوي. سمعت سمعت يا جميل. طب ايه نستنى يعني؟ ما نص الليل مش بعيد قوي ولا ايه؟ نستنى. اه هانت كلها 12 ساعه. ايه ده؟ خد ياد هنا، تعالى خد ياد. بقول لك ايه اللي انت ماسكه ده؟ انت واخد حاجات الاوتيل ولا ايه؟ ابيعها بعدين، نزل ايدك دي بس كده عشان ما اطهلكش. الوضع عبيط ولا ايه؟ بيتكلم معايا كده ازاي؟ كلم ياد عادل مع مستر وسيم بدل ما اطهلك انت. استنى بس، بتعمل ايه؟ ده المعلم بودي ابن المعلم فوده الدباح. بودي حبيبي يا ابني. حبيبي يا ابني. يا يا ابني ده حبيبي، ده حبيبي انا من زمان ده. يا بودي بودي. بودي سلم على بابي، قول انكل بسيوني هيجي يشرب معاك الكابتشينو. استنى بودي بقى، خد دي. ها خد دي، حطها الورد ده، حطه في الفازه بقى بقى، وتجيب فلوس اكتر يا بودي. بودي كنا هنروح في داهيه قوي. بيقول لك طعمه حلو قوي قوي. ايه الورد ده كله؟ انت جايبه تصالح بيه المدام ولا ايه؟ صالح المدام؟ انا جايب الورد ده عشان الجست. عايز تصالح الجست؟ اه صالح الجست. يا جماعه انا الفندق ده عايز اخده من تحت قوي قوي. ها فاكرها دي؟ عايز اخده من تحت قوي. انا عايز الورد يملى كل حته، عايز الطاقه الايجابيه في كل مكان في اركان الفندق. ساعتها الجست هيبدا فعلا يحب الفندق من جديد. ايه المكان؟ المكان ايه ونيله ايه؟ ده انت محتاج تغير الجست كله. يلا يلا بالسلامين. بس طول ما انتوا معايا عمري ما هفلح. انا عايز مسز اسراء تبقى معايا دلوقتي، هي الوحيده اللي فهماني. انا هكلم مستر مالك اخليه يجيب مسز اسراء هنا، وعايز حد يمسك الاتش ار. طبعا مش انت، طبعا مش انت رجب، تمسك انت الاتش ار. يوه لسه همسك الاتش ار والدبليو سي؟ مش الاتش ار ده زي الدبليو سي؟ الاتش ار زي الدبليو سي واوسخ كمان. انتوا مش نافعين. بقول لك يا جماعه ايه، هات لي سندوتش طعميه من البوفيه، وخد الورد ده اديه للمعلم فوده اوضه 32. طب ما تاكل انت الورد وابعت انا سندوتش الطعميه للمعلم فوده عشان بقاله ساعه طالب الفطار. الفطار فين؟ المعلم فوده. المعلم فوده. اجري كده اجري كده يا اخي. ايه الرعب اللي هم فيه ده؟ الفطار جاي لك يا غالي. مجموعة من الطلبة الفاشلين يلتقون في سنتر التفوق للهروب من الرسوب للمرة الأخيرة، فهل ينجحون؟ هذا ما سوف نشاهده على MBC 2 في الثامنة KSA. يلا كلنا مع بعض، انت مع بعض، يلا مع بعضينا كلنا مع بعض في صوت واحد. ميم ألف وميم ألف تبقى ايه؟ مازو. وبه ألف وبه ألف تبقى ايه؟ مازو. مازو ده صاحبي على ايه الاخبار؟ زي الفل. بنت تاني ايه الكاشات نازله عليها تلف؟ طب حلو قوي، خبي ديلك عصفور. يا نهار اسود، نزل اليافطه الثانيه بسرعه. ايه في ايه في البوليس كبس ولا ايه؟ الحاجه فرحه جت. دي مامتك دي ولا ايه؟ لا الحاجه فرحه دي الست اللي انا مأجر منها المكان. طب وفيها احنا بنعمل حاجه وحشه في المكان عادي؟ ايوه ما انا مفهمها ان المكان ده احنا فاتحينه جمعيه خيريه. كذوبه، الكذب في دمك. ليه كذوبه؟ ليه تكذب يا ابني؟ افهم، ما لما عرفت انها جمعيه خيريه غيرت الايجار من 40,000 جنيه نزلته ل 4,000 جنيه. شطورة شطورة. حاجة فرحة أنا هنا. ازيك يا حاجة فرحة؟ ازيك يا مظهر يا ابني؟ الحمد لله والله. إلا قول لي يا ابني، إيه الكهارب والدي جي ده خير؟ لا ما هو النهاردة افتتاح الجمعية الخيرية. بس هو في جمعية خيرية بيتعمل لها افتتاح؟ والله كله عابس، اسألي هو بقى. أيوه طبعًا يا حاجة فرحة لازم نعمل لها افتتاح، أمال هنساعد الناس إزاي؟ ما لازم يعرفوا. موزو
مش هتصدق كم واحد سجله عندنا النهارده. يا حاجة تهاني، طيب طالما جم بقى ما تردهمش بقى، دول اكيد محتاجين. محتاجين ايه؟ ده احنا اللي محتاجين. بص قلبناهم بقد ايه. حرق بقك، يخرب بقك. يعني نمنا لهم، لمنا لهم اللي فجب. الحمد لله كده لمينا فلوس الكولدير اللي هنحطه في صحراء افريقيا الغربيه. الحمد لله. الحمد لله. افريقيا وصلت لافريقيا يا ابني. السلام عليكم استاذ مظهر. احنا بعتنا الادويه المطلوبه كلها المحتاجين وكلهم خفوا خلاص. يعني بعتوا لهم الادويه وخفوا في نفس الوقت. يا سبحان الله. طب ما تمنعوش بقى عنهم الشهريه عشان ممكن تحصل لهم انتكاسه قدام. يعني انا ما اعرفش ان انتكاسه اصلا، بس حاضر. يلا ربنا يكرمك يا مظهر يا ابني، ان شاء الله ربنا هيجازيك خير عشان انت بتتعب كتير في عمل الخير. الله يخليك يا حاجه فرحه. استاذنك ثانيه بس، هخش اجيب لك ايجار المكان من فلوس الشخصيه. لا 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 لا، ايجار ايه وفلوس ايه؟ انت عايز يعني تعمل خير كده على قفايا؟ والله والله ما انا واخده منك ايجار الشهرين. لا يا حاجه فرحه، انت كده بتشتميني. انا مرتبي الضئيل يسمح ان انا ادفع جزء من الايجار. بطل طمع بقى. هو انت عايز يعني تاخد الثواب كده لوحدك؟ الحاجه فرحه تعمل معاك كده جزء في الخير. ها ما تزعلنيش بقى، ما تزعلنيش يا مظهر عشان خاطري. يلا السلام عليكم. بتعالي كل يوم والنبي حجوك عسليه جميله قوي. بس هنقضيها سفلقه. زحليه انزل بالزحليفه. أنا اديت بول الرضعة ونيمته علشان نعرف نقعد على هداوة. تسلم لي. اللي أنت يا حبيبي ليه ما روحتش افتتاح السنتر بتاع الواطي ومازو؟ لا افتتاح إيه وسنتر إيه؟ أنا برضه هسيب القعدة الحلوة معاكو وأروح افتتاح. لا لا لا، تلاقي الواد المعفن مع زماكس. لا بصراحة بقى الحق اتقال، هو عزمني وأنا اعتذرت. شوف الند، يعني يعزمك أنت وما يعزمش شيماء؟ لا بصراحة هو عزمني بس أنا اللي لفضت له، كان عندي لايف مع فانزاتي وأنت عارفة الريسبونسر ما بيرحموش. يعني هو ما قالكيش جاب فلوس السنتر منين؟ من القرض، جاب فلوس السنتر من القرض. قرض؟ قرض إيه؟ قرض من البتاع ده اللي اسمه بنك. اللي ما حد فيكم يا معفنين جاب سيرة القرض ده قبل كده. أصل بسبوسة مش أنا، أصل إحنا بص يا مام من الآخر بصراحة كنا محروجين. ولا إيه يا بسبوسة يا جوز أمي يا حبيبي؟ بص يا شكشوكت يا حبيبتي، القرض ده زي السلف بالظبط، هما معذورين برضو، تلاقيهم كانوا مكسوفين مش عايزين يبينوا الفرق في المستوى الاجتماعي بيننا وبينهم. عشان واطيين يعني. بالظبط. إحنا واطيين. طب يا واطيين. ما خلاص بقى يا ماما عشان خاطري، ولا أنت هتطفحينا اللقمة اللي جايين ندفعها؟ عفوا يا حبيبتي ربنا يهديك الكل. كده لا ضرايب هتسألنا ولا حد هينخور ورانا. مبروك يا مازو. اهلا، ازيك يا فخت العرب؟ امسك امسك امشي امشي امشي. ده البرتقانه اللي دخلت علينا دي؟ كنت عارف ان انت مش هتسيبني لوحدي في ليلتي. طبعا لازم اجي ابارك لك على الغساله. غساله ايه؟ غساله غسيل اموال. مش انت عامل المشروع ده عشان تكسل الاموال اللي هتجيلك من اللعبه؟ انت بتتريق عليا يا فخت العرب، ما انت يومين وهتعمل زيي. انا عامل زيك يا فاشل؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا، لان انت عمرك ما هتكسب، فعمرك ما هيجيلك فلوس، فعمرك ما هتغسل. انت اصلا اديتك المصروف ولا ايه؟ معاك فلوس تروح؟ مظلم ايه ده؟ رد رد قبل الدقيقة. أهلا بيكم يا حلوين، عجبني قوي التحدي اللي فات. كان ممتع وضحكني. مبروك يا مازو، هارد لك يا وسيم. التحدي المرة دي ممتع برضو. انت بتبص فين؟ انت معاك واحد زيه. جاهزين للتحدي؟ المهمة الجديدة سهلة قوي. مين فيكم اللي هيقدر يتجوز الست اللي ساكنة في الدور السابع شقة 14 في ظرف 48 ساعة؟ ألطف. وطبعا مش هوصيكم، الجواز يكون رسمي وعلني، وهديتكم المرة دي ربع أرنب. مش خسارة فيكم. يلا بقى وروني أيام الشقاوة والحب بتاع زمان. جود نايت. أنا منسحب. مبروك عليك التعادل معايا. مبروك عليا التعادل؟ إيه مبروك عليك أنت الفوز طبعا. أنا مستحيل أعمل كده يا موظف، أنا بحب مراتي ومستحيل أخونها. وأنا كمان. أنت كمان إيه؟ بتحب مراتي؟ لا يا عم، أنا كمان مستحيل أتجوز على شيماء.
وهتجوز مين؟ الطف؟ ده انا بكرهها اكتر من الصرصار اللي هو اللي بيطير، عارف الصرصار اللي بيطير الاسود ده؟ ده زفت مقرف، بكرهها اكتر منه. هتجوز على شيماء؟ ده شيماء تنفخني فيها، يعني انا مقفوله عندي من ناحيتين. انما انت بصراحه فرصتك بصراحه وسو الست مش وحشه قوي، يعني انا لو منك هتجوزها. لا بس طب تخيل بس يا مظلو، تخيل نفسك وانت متجوز. لا لا ما تقولش كده والله، تخيل في ما تقعدش تقول تخيل، بتخيل يا مظلو بس. ايه نعرف ده؟ فرصتك تعوض. اعوض انا هتعور كده؟ لا بقول لك ايه، الست دي كل ما تشوفني بتشتمني بالام، وهي اصلا اكبر من امي. يا عم ما تفكرش في الحاجات دي، فكر في المكسب، في التعادل معايا، في المصروف اللي بتاخده من مراتك، في الطبيخ اللي بتطبخه كل يوم. ايه يا مظلو العبث اللي انت بتقوله ده؟ انسى يا مظلو انسى. لو انا وانت حتى وافقنا، شيماء واسراء هيسيبونا نلعب؟ مستحيل مستحيل طبعا. ده انا اصلا مش عارف هقول لهم التحدي ده ازاي، ومش عارف هروح ازاي. مظلو بقول لك ايه، ما تجيب فلوس التاكسي معيش. طب تعالى وصلنا يلا.